يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول أن طاعة ولي الأمر ليست في زماننا هذا، وهو لا يؤمن بها وإنما يؤمن بأن الحاكم ملزم بدستور، إن وفى به فله الطاعة وإن لم يوف به فلا طاعة له؟ هذا عاصٍ لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا مذهب الخوارج، ما هم مذهب أهل السنة والجماعة.